أن هناك خصوم بنكهة، خصوم مميزين وجودهم في الحياة ممتع ومفيد. الدنيا لن تعفيك من الأعداء، ولن تنعم في هذه الحياة بدون خصوم، ولن تعيش بدون كاره. إذا نجحت سيظهر لك أعداء، إذا تفوقت سيتربص بك الكثير، وإذا تميزت سيأتي هناك من يعاديك ويرى أن هذا التميز وهذا التفوق هو احتقارا لذواته. السؤال المهم، هل كل الأعداء نقمة؟ هل كل الخصوم هؤلاء هم شر؟ قبل نجاوب على السؤال، لابد أنك تعرف وتفرق بين خصوم صنعهم قلة التدبير وسوء الأدب ووقاحة السلوك، وبين خصوم صنعهم التفوق والنجاح. وهذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول عن فضل الأعداء، يقول: عيداتي لهم فضل علي ومنتهم، فلا قطع الرحمن عني العادية. يعني يدعو أنه ما يقطعون، هذا دليل أنهم نعمة أحياء. فهم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فارتقيت المعالي، فأصبحوا نعمة. فنحن ما ندعو أن الله يكثر العدوات، هذه حماقة تعتبر بصراحة. لكن بعض العدوات أنت لا يمكن أنك تدفعها أو تتخلص منها، فتكون بعض العدوات سبحان الله نعمة من الله عز وجل ومنحة جليلة ترى فيها نبوغك وتفوقك. فالعدو ينمي فيك ملكة الصبر، يقوي فيك مهارة الهدوء، ويعلمك قدر الصديق. العدو أحيان ينبهك على أخطائك التي تجاهلها الأصدقاء وتعامى عنها المحبين، فيصبح هذا العدو هو نعمة من الله عز وجل. غير أعداء العلاقات العامة، هناك أعداء مثلا المرض. المرض يعتبر عدو، لكن هو من حرك الأطباء لاكتشاف الدواء ومعالجة البشرية. الفقر يعتبر عدو، هو من دفع التجار للاستثمار والمشاريع. الجهل يعتبر عدو، هو من حفز البشرية للتعلم واكتشاف المعاني. الجوع يعتبر عدو، القلق يعتبر عدو، الحرب تعتبر عدو، والأزمات أيضا. الأزمات هذه من أجمل الأعداء، وهي أعظم معين بعد الله عز وجل في اكتشاف الأخطاء، في تقوية الذات، وفي اكتساب الخبرات. فلا يخون المجتمع مثل الرخاء. فبعد هذا الكلام، هل عرفت فضل الأعداء؟ وأسأل عز وجل أن يبارك لي ولكم في أعدائنا. قولوا أمين.